مرحبا بقناة تالية. اليوم حنصنع أشياء للتزيين. تحتاجوا صمغ، مقص، ورق ملون. اللي عنده من الرفيع يستعمله، اللي عنده من الخميل يستعمله بس يقصه. أوكي، زي ما أنتوا شايفين أنا عملت تنتين، تلاتة. هنلزقهم هيك وهلأ هفرجيكم كيف تعملوهم. هتعملوهم زي هذا الورق. اوكي، هتجيبوا ورقة وتحطوا عليها لزاق، قصدي صمغ. تقدروا تستعملوا اي صمغ عندكم. اوكي، هلا لازم هيك تلزقوه هنا هيك زي ما انا ملزقيتهم بالضبط. وإذا ظل من تبعونكم تقدروا تحطوهم بعلبتهم وتستعملوهم لبعدين. زي البطاطا. اوكي، هلا خلصنا هيك، هيها خلصت. هتجيبوا هدول الحبلين الكاملين، قصدي الورق. هتجيبوا الصمغ وحتلزقوه هيك وحتتركوهم ينشفوا. لما ينشفوا اوكي، هتجيبوا الصمغ هتحطوا هنا نقطة صغيرة وهتلزقوها من الجنب. طبعا هون انتوا شايفين لزقتها من الجنب بس طلعت هيك، بس هي بتقدر ترجع تتظبط. وهيك خلصت حلقة اليوم، بشوفكم بفيديو تاني.